لو انت اب او انت ام ومحتاجة تطمني على اولادك من السوشيال ميديا وعايزة تعرفي تحركاتهم وخطواتهم لحظة بلحظة، يبقى الفيديو ده ليكي. لايك واشتراك في القناة وبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مره تانية في نوشا تك شانل. مع اقتحام السوشيال ميديا والتكنولوجيا حياتنا وحياه اولادنا بقى الموضوع فيه شيء من القلق لصعوبه الاطمئنان على اولادنا. بيشوفوا ايه، بيعملوا ايه، بيروحوا بيكلموا مين. وهنا جه تطبيق موني ماستر يحل الازمه دي ويكون الدراع اليمين لكل اسره عندها اطفال. تطبيق موني ماستر عباره عن تطبيق مراقبه ابويه بيخليك تقدر تكون مع ابنك او بنتك 24 ساعه وجوه تليفونه او تليفونها كانه في ايدك بالظبط. وهتشوف ده مع بعض ازاي. التطبيق اولا طبعا بندخل عليه من هنا من خلال الموقع الخاص بتاعه، تمام؟ هنكتب كده موني ماستر وهندخل على الموقع بالشكل ده، تمام؟ علشان خاطر تقدر ان انت تسجل في الموقع. وبتدخل على الموقع، وطبعا التسجيل بيكون بسيط جدا، انت بتعمل ساين ان ويز جوجل، تمام؟ وهتدخل من خلال الجيميل الخاص بيك، تمام؟ وبناء عليه بندخل عليه بالشكل ده. بمجرد ما بندخل على الموقع او على الحساب بتاعنا بيبقى قدامنا الحاجات بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طبعا لو انت الجهاز بتاعك اندرويد هتدخل على الاندرويد، لو الجهاز بتاعك ايفون مثلا هندخل على الاي او اس، تمام؟ احنا طبعا اول حاجه خالص هندخل عليها هيبقى الاندرويد، وهنيجي هنا عند كلمه سيت اب جايد وهنروح داخلين عليه بالشكل اللي قدامنا ده، تمام؟ وهنا بمجرد ما بتدخل على الايميل بتاعك بالشكل ده هيظهر قدامك، وهنا هيقول لك ان انت افتح اللينك اللي ظاهر قدامك ده من الموبايل التاني اللي انت عايز تنزل عليه التطبيق وتعمل له المراقبه، تمام؟ بندخل على اي متصفح من عندنا هنا بالشكل ده وبنروح مدخلين اللينك ده بالظبط moneymasterapp.com، تمام؟ وهو ظاهر قدامي هنا اهو لان انا كنت فاتحاه. بمجرد ما بتدخل عليه هنا هيطلب منك على طول ان انت تعمل سلايد او تسحب الخط اللي قدامك ده او الشريط اللي قدامك ده علشان تقدر تحمل الابلكيشن. هتعمل كده هيتحمل معانا على طول، هيقول لك هنا 10 ثواني بالظبط وهتلاقيه ان هو بيتحمل. ولكن قبل ما تعمل الخطوه دي لازم تقفل البروتكت او الحمايه اللي موجوده على البلاي ستور، ودي هنعرف دلوقتي طريقتها. بس هندوس الاول تنزيل، واثناء ما هو بينزل هو عندنا هو التطبيق بينزل، اثناء ما هو بينزل هنقول ازاي نقدر نقفل الحمايه اللي موجوده على البلاي ده. وبتروح دايس كده بالشكل ده، بتيجي تدوس طبعا على الصوره بتاعتك من هنا وبتدوس على حمايه، وبتيجي على الترس اللي موجود ده تقفل اللي هو فحص التطبيقات باستخدام البلاي ستور، او لو انت عامل موبايل انجلش هتقفل اول خيار هيجي لك خالص اللي هو البروتكت. وبمجرد ما بيتقفل هتلاقي ان انت بتحمل البرنامج عادي جدا، لو ما قفلتهاش البرنامج مش هيتحمل عندنا. فبنرجع تاني ونشوف هل الابلكيشن اتحمل ولا لا، نشوف عمليات التنزيل هنلاقيه اوريدي ان هو بيتحمل معانا. بمجرد ما بيخلص تحت تحميل هتلاقيه التطبيق عندك على الجهاز، فهنعمل له انستول. وبعد كده بنروح دايسين تثبيت، وبمجرد ما بيتثبت بنعمل فتح. وهنا جينا لاهم نقطه وهو ان الابلكيشن هيفتح معانا عادي جدا، ولكن مطلوب مننا ان احنا نسجل بنفس الايميل والباسورد اللي سجلنا عليه على الجهاز الاساسي بتاعنا. هندوس اجري، وبعد كده هنا هنروح مدخلين الايميل والباسورد الاساسيين اللي احنا داخلين بيها من الجهاز التاني ونعمل لوجين. بمجرد ما بيتكتب معانا بيبدا ان هو يقول لك اختار هل الشخص اللي انت عايز تعمل له المراقبه دي ولد او بنت. anyway مثلا هنقول بنوته وهنكتب اي اسم احنا عايزينه او اسمها عموما. بيقول لك اختار السن المناسب ليها، هتختار مثلا ايا كان 10 11 12، تمام؟ وبعد كده بتروح تايس نيكست. طبعا هو في الاول بيحتاج منك ان انت تعمل شويه اذونات وتعمل شويه حاجات كلها اديها له، ما تقلقش خالص من الجهاز، هيقول لك على كل واحد فيهم تاخده يعني تعمل القبول بتاع الاذن ده ازاي. لازم تاخد بالك ان الابلكيشن مش هينزل باسمه، يعني مش هينزل لك باسم موني ماستر علشان خاطر محدش يقدر يكتشفه، هو هيبقى بالاسم ده سيستم ابديت سيرفيس. هتبدا ان انت تفعله من هنا علشان خاطر هو اصلا ما بيظهرش على الجهاز، هو هيبقى ابلكيشن مخفي، تمام؟ وبترجع وبعد كده بتدوس على الاذن اللي بعد كده، وبعد كده هتقول لي اوريدي سيت، انا عملت كده بالظبط. وبعد كده تدوس يس. كل حاجه هيطلبها منك المفروض ان انت بتعملها، بننزل لتحت خالص وبنعمل اهو الابلكيشن، هنعمل له هنا قبول، تعمل موافق. وبعد كده هيبدا يقول لك طيب المسجات واللوج وكل الكلام ده، كل الكلام ده انا موافق، اوكي. هندوس تنشيط، تمام؟
وكده بيقول لك ان الابليكيشن خلاص متفعل وكل الحاجه اللي هو طلبوها وكل الاذونات اوريدي شغاله عليه، تمام مفيش اي مشكله. بنيجي هنا على الجهاز التاني وهنا بيقول لك ان انت اوريدي خلاص خلصت كل حاجه، وكده بتبقى خلاص اوريدي ان انت انتهيت من التثبيت. بمجرد ما بيختفي هتلاقيه مش ظاهر خالص عندك على الجهاز، هو موجود جوه وباسم مختلف فمش ظاهر ابدا ما ان هو مسطب على الجهاز. بنبدا بقى ان احنا ندخل من هنا اهو وهنعمل داشبورد، تمام، وهنبدأ بقى نشوف حاجة حاجة، كل حاجة هتبقى ظاهرة قدامنا اهو. لو عملنا كده هيجي هنا بقى يقول لك اللوك، وبالنسبة للفون فايل، وبالنسبة للسوشيال اب والفيديو اب. هنيجي مثلا ندخل على اول حاجة اللي هي السوشيال اب، ندخل مثلا على الواتساب بالمنظر ده، وادي الواتساب ظاهر قدامنا، كل الرسائل اللي موجودة على الموبايل التاني هتلاقيها ظاهرة قدامنا، تمام. وهندخل على الماسنجر كمان نشوف ايه بالنسبة لمحادثات الماسنجر، تمام اهي قدامنا اهي، ادي الماسنجر، وهتبدأ قدامك صور المحادثات والمحادثات بالوقت وبالتاريخ وبكل التفاصيل المفصلة قدامنا اهي، كل المسجات وكل السكرين شوت اللي ظاهرة قدامنا اللي احنا مكلمين بيها الناس. هندخل هنا تاني وهنجرب ان احنا ندخل على الفيديو مثلا، تمام، وهندخل على اليوتيوب من هنا اهي بالظبط. لو دخلنا هنا على السيرش هيستوري بتاع اليوتيوب هيظهر قدامنا كل الحاجات اللي ظاهره اهي، معرفه باسورد الشبكه، طريقه مش عارف ايه، السحب من باي بال، كل الحاجات اللي ظاهره هنا في السيرش هتلاقيها ظاهره. وبالنسبه للواتش احنا اتفرجنا على فيديوهات ايه برضو هتلاقيه ظاهر بالنسبه لك هنا. طيب لو دخلنا هنا على اللوج وايه الحاجات اللي هي اخر حاجات احنا استخدمناها واخر حاجات احنا اشتغلنا عليها هيظهر قدامنا اهو، اوبن يوتيوب، وبعد كده كنا قبلها داخلين على جوجل الكروم، بعدين الماسنجر، وبعدين الواتساب، كل الحاجات دي ظاهرة قدامك بالوقت وبالتاريخ وكل حاجة. طبعا النوتيفيكيشن كمان حتى لو جالك اي نوتيفيكيشن على اي حاجة من الحاجات دي هيظهر قدامنا اهي، محادثات من شخص ما، ودي الترو كولر بكل تفاصيله. هنيجي هنا تاني وهنجرب ان احنا نشوف الاتصال، هي الكول، نشوف الاتصالات عندنا هيظهرها ولا ايه، نعمل كده وهيظهر بالنسبة لنا كل الاتصالات اللي حصلت بالمدة بتاعتها بالوقت، مين اللي رن ومين اللي اتصل، مين اللي احنا ردينا عليه بالارقام وبكل التفاصيل خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. تقدر كمان ان انت تتحكم النهاردة، الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت، في اي وقت من الاوقات دي، تمام. ودي المسجز لو احنا عايزين ندخل على الرسائل، طبعا كل الرسائل هتلاقيها ظاهرة بالتفاصيل اهي، ادي فودافون، وبعد كده في كاش، وبعدين اورنج، وبعدين كل حاجة هتلاقيها ظاهرة قدامك هنا كأنك ماسك الموبايل بتاع الشخص التاني بالظبط. الصور كمان نقدر ان احنا ندخل هنا على الصور ونشوف اي صورة بقى احنا واخدينها، ودي لو حابين ان احنا نعرف اخر حاجات معمول لها داونلود برضو هتلاقيها ظاهرة بالنسبة لنا اهي، اهي ظاهرة عندنا. طيب بالنسبة للموقع كمان بتقدر ان انت تعرف الموقع بتاع الموبايل ده اهو، هنيجي هنا وهنعمل اللوكيشن وهنشوف اللوكيشن بتاع الشخص ده او بتاع الجهاز ده، اللوكيشن ده يبقى ظاهر قدام، بتعرف التحركات بتاعته وبتعرف اخر مرة كان فيها فين، وكمان ممكن تعرفها على اي ماب قدامك، هتعمل فيو ماب هيظهر قدامك بالظبط التحركات بتاعت الموبايل ده او بتاعت الجهاز ده. بالنسبه للبراوز ستوري برضه لو احنا دخلنا كمان على اي متصفح وحبينا ان احنا نعمل مثلا اي حاجه من على المتصفح ده، بتبدا ان انت برضه تدخل هنا وهتعمل ريفرش وهيظهر قدامك الشخص ده دخل على اي متصفحات اهو بالنسبه لنا اهو، ادي الادسنس اللي احنا لسه داخلين عليه، وبعد كده موقع بوسطه، وبعدين يوتيوب، وبعدين الفيسبوك، وبعدين الموني ماستر نفسه، كل التفاصيل دي بتجيلنا بالوقت وبالتاريخ عندنا اهو بالظبط الوقت وعندنا التاريخ وكل حاجه. بالنسبه برضو للفيسبوك لو الجهاز التاني دخل على الفيسبوك وعمل حتى مجرد تصفح او سكرين شوت او اي حاجة، تفاصيل كاملة مكملة ان انت بتقدر تدخل وتعرف منها كل حاجة، وعندك الانستجرام، تندر، الجرام، لو اللايف ريكورد، لو هو عامل لايف ريكورد، لو عامل اي فيديوهات عندك مثلا هو منزلها على الجهاز تقدر برضو ان انت تشوفها وتكتشفها، وكل خطوات ابنك او بنتك هتقدر ان انت تبقى معاك خطوة بخطوة ومتابعها بالظبط. ان انا اعرفكم حاجة مهمة جدا ان التطبيق ده مش تطبيق مجاني، انت بتدخل من هنا بيبقى قدامك كذا خطة من الخطط اللي انت حابب ان انت تشترك من خلالها،
لو عملنا اهو باي ناو، في عندنا خطط بالنسبة لثلاث شهور، وفي سنة كاملة، وفي شهر كامل، ودي بتبقى مدفوعة طبعا لو عملت تنزيل للتطبيق او شراء للتطبيق من خلال اللينك اللي موجود تحت الفيديو. هيدي لك خصم 30% كامل على تمن التطبيق، وطبعا انت تقدر تحسبها بقى زي ما انت شايف كده. ففي النهاية التطبيق تطبيق محترم جدا وممتاز جدا جدا، ويعتبر هو دراعك اليمين زي ما قلنا في مراقبتنا لاطفالنا واولادنا. وبكده يبقى احنا قدرنا ان احنا نوصل لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون قدرت ان انا ما اطولش عليكم بالشرح، ويكون بالنسبة لكم الشرح كامل وسهل وما فيهوش اي مشاكل. لو الفيديو عجبنا يا ريت نعمل مع بعض لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونفعل مع بعض زرار الجرس على الكل. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.